بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان وكل اوان والى دهر الدهور امين. تحدثنا في الحلقات الماضيه على انه من الاستحاله ان يكون السيد المسيح واحدا من الملائكه كما يدعي شهود يهوه ومثلهم بعض الناس. تكلمنا عن صفات أطلقت على الملائكة، من الاستحالة أن يكون المسيح واحدا من هذه الزمرة. فأيوب الصديق في أصح 4 عدد 18 يقول إن الله ينسب إلى الملائكة حماقة. هل ممكن أن مثل هذا اللقب ومثل هذا الوصف يدنو صوب المسيح الذي هو حكمة الله وكلمة الله؟ سمي بعض من الملائكة باسم المهلك أو الهلاك، أبوليون وأبدون. فهل كان السيد المسيح مخلصا أم غير مخلص؟ سمي بعض من الملائكة بلقب الأشرار، وهناك تمييز دائما بين قولي الملائكة الأبرار والملائكة الأشرار. هل يمكن أن يكون السيد المسيح له المجد قد خرج من هذه الزمرة التي منها خرجت مجموعة من الأشرار؟ مما دعا السيد المسيح له المجد عندما كان يتكلم عن مجيئه الثاني أن يقول متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه؟ احنا عارفين كلمة قديسين موجودة في عالم البشر لأنها تميز بين القديسين وغير القديسين، أيضا موجودة في عالم الملائكة لأنها تميز ما بين ملائكة أبرار وملائكة أخرى قد خرجوا من هذا الصف أو قد بعدوا عن هذا الطابور وصاروا ملائكة أشرار. اقرأ في هذا الأمر وهذا التمايز والتمييز ما جاء في متى 25-31، مرقس 8-38، لوقا 9-27. من ضمن هذه الصفات أيضا المعرفة. الملائكة معرفتهم محدودة، وعشان كده ربنا في ليلة العبور كان بيحط علامة حمراء أمام الملائكة الذي يجوب في أقطار أرض مصر، وقال لبني إسرائيل أن يأخذوا من دم خروف الفصح ويحطوا على العتبتين والقائمة العليا، لأن الملاك محدود المعرفة غير مطلق المعرفة. أما السيد المسيح له المجد فليس كذلك. السيد المسيح هو حكمة الله، فهو المعرفة المطلقة وهو المعرفة غير المحدودة. جاء في سفر الجامعة قوله لا تدع فمك يسيء إلى جسدك ولا تقل قدام الملاك أنه سهو. جاء في مزمور 103:10 باركوا الرب يا جميع ملائكته الصانعين أمره عند خروج كلمته. سيد المسيح له المجد ليس كذلك. حاجة تانية، العدد ذكر عن الملائكة أنهم ألوف ألوف وربوات ربوات، أما سيد المسيح فهو ليس واحدا من هؤلاء الألوف وليس واحدا من أولئك الربوات. ليه؟ لأن المسيح له المجد ابن واحد وحيد، واحد لا يوجد غيره، وحيد لا يوجد مثله، لأنه وحيد معه في الربوبية، ولأنه أيضا وحيد الجنس. في عبرانيين 12:22
معلمنا بولس الرسول يقول ربوات هم محفل الملائكة. في رسالة معلمنا بطرس الرسول يقول عنهم ملائكة وسلاطين وقوات، بطرس الأولى 3:22. المسيح لما بطرس الرسول قطع أذن رئيس الكهنة، عبد رئيس الكهنة، قال له ولا تعلم إني أستطيع أن أطلب من أبي فيرسل لي 12 ربوة من الملائكة. متى 26:53. في يوم ميلاد المسيح لقى 2:10-12 ظهر ملاك، ثم ظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي. إذا كنا نقول عن ميخائيل يوجد 7 زي ميخائيل، 7 رؤساء ملائكة. إذا كنا نقول عن ملاك فيوجد آلاف بل ربوات، أي 10,000 من الملائكة. أما المسيح فهو الابن الواحد الوحيد. حاجة تانية، ذكر عن الملائكة أنهم مخلوقين. طب والمسيح استحالة، مولود غير مخلوق، مولود غير مخلوق. في عبرانيين 1:7 يقول عن الملائكة إن ربنا هو الصانع ملائكته أرواحا وخدامه لهيب نار. يبقى ربنا هو الذي صنع الملائكة. طب عن الابن يقول أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، ولم يقل أنا اليوم خلقتك أو أنا اليوم جبلتك أو أنا اليوم صنعتك. الملائكة ذكر عنهم أنهم مخلوقون. أما السيد المسيح له المجد فلم يذكر عنه أنه مخلوق، لأنه مولود غير مخلوق ومولود من الآب قبل كل الدهور. نقطة تانية، في رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى والأصحاح الأول والعدد 12 يقول عن الملائكة أنها تشتهي أن تطلع على الأسرار، الأسرار التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها. هل المسيح له المجد يشتهي أن يطلع على هذه الأسرار؟ كلا، لأن المسيح هو مؤسس الأسرار، بل إن المسيح هو صاحب الأسرار. عندما نقدم سر الإفخارستية نقول له أقدم لك يا سيدي مشورة حريتي وأكتب أعمالي طبقا لأقوالك، أنت الذي وهبتني هذه الخدمة المملوءة سرا، أعطيتني إصعاد جسدك بخبز وخمر. يبقى هنا الملائكة واقفين من بعيد يطلعون على الأسرار، يتمنون أن تدوم رؤيتهم فيها وأن تستمر اطلاعاتهم عليها. لكن المسيح هو صاحب السر، هو الذي يعطي للسر أن يكون نعمة غير منظورة تحت علامة منظورة بواسطة كاهن شرعي لمؤمن حي. ولذلك نأخذ الأسرار التي هي نعمة المسيح له المجد، كي يتم ما قيل في الكتاب المقدس البس الرب يسوع. أأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ كلا. حاجة تانية، العبادة. رسالة معلمنا بولس الرسول إلى كولوسي والأصحاح 2:18 قاوم الرسول بولس ظاهرة كانت متفشية في ذلك العهد، ألا وهي ظاهرة عبادة الملائكة.
عبادة الملائكة. كتب الرسول بولس للكولوسيين يقول لهم: لا يخسركم أحد الجعالة. الجعالة زي الكاس دلوقتي اللي بيدوه للفريق الذي ينتصر أو الذي يغلب، يعني لا يخسركم الناس الجعالة، أي الفوز أي النصرة أي الغلبة، راغبا في التواضع وعبادة الملائكة، متداخلا فيما لم ينظره، منتفخا باطلا من قبل ذهنه الجسدي. يعني كان في عبادة الملائكة، قاوم الرسول بولس عبادة الملائكة كما قاوم الرسول بولس عبادة الأوثان. كان يجلس في الاسترة رجل أعرج من بطن أمه، توسم في الرسول بولس أن يعطيه صدقة، ولكن الرسول بولس أعطاه ما هو أعظم من الصدقة، فشفاه من المرض. فالرجل استطاع أن يقف على قدمين ثابتتين ويذهب ويتمشى. الناس لما شفت المعجزة قالوا: بس إن الآلهة قد تشبهت بالناس ونزلت إلينا. وبعدين كاهن زفس وكاهن هرمس جابوا أكاليل وجابوا عجول وجابوا ذبايح، وبدأوا يطرحوا الأكاليل تحت قدمي بولس ويذبحوا الذبايح وينحروها. بولس الرسول اندفع للجمع وقال لهم: ايه اللي بتهببوه؟ ايه اللي انتوا بتعملوه؟ احنا جايين نخليكم تبطلوا هذه الاباطيل، تيجي فينا تعملوها معانا. كانت النتيجة ان هم بدل ما يذبحوا لهم كآلهة رجموهم كمجرمين وطرحوهم على باب المدينة. قبلت الرجل يا معلمنا العظيم بولس، وما قبلتش الذبح، ما قبلتش ان انا اكون اله، لكن اقبل ان انا اكون ارجم واطرح خارجا، والله اله الالهة قادر ان يقيمني ويعفيني ويشفيني، ومن الموت يستطيع ان يسلمني. يبقى هنا بولس الرسول بيقاوم عبادة الاوثان، يقاوم عبادة الملائكة. مش بس عبادة الأوثان بس اللي مشي بولس الرسول من أجلها في كل العالم، لكن عبادة الملائكة أيضا قاوم بولس الرسول هذه العبادة. وكانت النتيجة أن بولس الرسول قال لهم: ما تخلوش حد يخسركم الجعالة. ويخليكم تعبدوا ملائكة. يبقى هنا المفروض أن المعبود يتجه، العابد يتجه إلى معبود واحد. الشيطان بيحط في الوسط معبودات كثيرة عشان ياخد العبادة ما تكونش موجهة لربنا. فبولس الرسول قاوم عبادة الأوثان وقاوم أيضا عبادة الملائكة. طب وانت يا بولس الرسول بتعمل ايه مع المسيح؟ فاتحة رسالة روميا، فاتحة رسالة غلاطية، فاتحة رسالة كولوسي، يقول فيها الرسول بولس: بولس عبد يسوع المسيح. كل فاتحة رسالة من الثلاثة دول: بولس عبد يسوع المسيح. طب بولس عبد زفس؟ لا. بولس عبد هرمس؟ لا. بولس عبد ميخائيل أو جبرائيل أو رفائيل أو سراسائيل أو سوريين؟ لا برضو، بولس عبد يسوع المسيح. وأكتر من كده أن بولس الرسول بيقول: لو كنت بعد أرض الناس ما صرت عبدا للمسيح. اقرأ في روميا 6:16، كورنثوس الثانية 4:4-5. يبقى هنا العبودية تقدم للمسيح مقبولة، لكن إذا قدمت للملائكة رفضها الرسول بولس في مدينة كولوسي، كما رفض في مدينة لسطرة أن تقدم العبودية إلى زفس أو إلى هرمس.
ناخد حاجة تانية. في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا صح 8 عدد 32 يقول: الآب لم يشفق على ابنه بل بذله من أجلنا أجمعين. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ كلمة الآب لم يشفق على ابنه. طيب في رسالة بطرس الثانية صح 2 عدد 4 معلمنا بطرس يقول: الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا، بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء. هنا كلمة لم يشفق جات مرة على المسيح وجات مرة على الملائكة، طبعا مش كل الملائكة، لكن هنا مقصود بيها طغمت الملائكة الأشرار. لم يشفق على ابنه يعني ايه؟ يعني حنانه من ناحية ابنه تغلب عليه، المحبة الكبيرة اللي ناحية الابن داس عليها، دي كلمة لم يشفق. يبقى هنا القساوة معناها ان المحبة قدرنا نتغلب على المحبة، لكن لم يشفق هنا يعني حاكم وحكم واعلن القضاء انهم سلمهم الى جهنم محروسين الى يوم القضاء. حاجة تانية كمان، المسيح جرد الرياسات وأشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب زي ما قال معلمنا بولس الرسول في أفسس 2 عدد 2. سيد المسيح لو المجد اتكلم عن الشيطان قبل ما يتصلب، الله يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعة القوي إن لم يربط القوي أولا، عندئذ يدخل بيته وينهب أمتعته، متى 9:4. سيد المسيح لما جه لكي يجرد الشيطان ويأخذ المملكة منه، عشان كده في يوحنا 16:11 قال: أما عن دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. يبقى هو جه عشان خاطر يواجه الشيطان شخصيا. طب ما جت في رسالة في سفر الرؤيا 12:7 ان ميخائيل حارب الشيطان، حارب، لكن ما اقتنص الكنيسة من يده. حرب ما بين ملاك وملاك، لكن السيد المسيح له المجد جاء لكي يسترد هذه المملكة التي ظلت مسلوبة عددا طويلا من السنين. عشان كده قال ان رئيس هذا العالم يطرح خارجا، ولان رئيس هذا العالم قد دين. يوحنا 12:31 16:11. ناخد مثال اخر، بولس الرسول قدر ان هو يستخدم سلطته الكهنوتية حتى على ملائكة. في غلاطيا 1:8 أطلق أناثيما أو حرمانا عاما فيقول: إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما، أي فليكن محرومة. يقدر بولس الرسول ولا غير بولس يطلق هذا الكلام على السيد المسيح له المجد؟ ده في غلاطيا 1:9 يقول: إن كان أحد يأتيكم بغير ما قبلتم فليكن أناثيما، يعني محروم. لكن في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس أصحاح 16:22 يقول: إن كان أحد لا يحب الرب يسوع فليكن أناثيما. كلمة أناثيماتيك أو أناثيما باللغة اليونانية يعني محروم. إن كان أحد لا يحب الرب يسوع فليكن محروم، لكن لو ملاك بشركم بغير ما قبلتم من قبل، غير لكم اللي احنا قلنا عليه، نسخ لكم اللي احنا اتكلمنا به قبل كده، فليكن هذا الملاك محروما. في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس 12:3 يقول: ليس أحد وهو يتكلم بروح الله يقول
يسوع أناثيما. في رومية 8 عدد 38 معلمنا الرسول بولس يقول إني متيقن لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا علو ولا عمق تقدر أن تفصلنا عن محبة المسيح. يبقى لو كان المسيح ملاك في ملاك يفصلنا عن محبة ملاك. استخدم اسم ملاك على الشيطان في كورنثوس الأولى 12:7 ومعلمنا بولس الرسول يقول عنه ملاك الشيطان جاء ليلطمني. والمسيح لما كان بيتكلم كان بيقول اسهبوا عني يا ملاعين الى النار الابدية المعدة لابليس وملائكته. ملائكته يعني ايه؟ هو فعلا فقد وظيفته وفقد قوته، فقد الدرجة بتاعته، لكن ما فقدش اسمه، لا يزال ينادى بالاسم القديم. يا اما نقول ملاك الشيطان يا اما نقول ابليس وملائكته. طب بالنسبة للسيد المسيح له المجد، المسيح لو المد لما دخل كورة الجدريين الشياطين قالوا له نحن نعرفك من أنت، أنت قدوس الله. ومرة تانية يقول وكانت الشياطين تخرج من كثيرين وهي صارخة تقول أنت هو المسيح ابن الله الحي. حاجة تانية بنقول إن الملائكة محدودة المعرفة، غير مطلقة القوة والقدرة، محدودة المعرفة غير مطلقة القدرة ولا القوة ولا المعرفة. على قدر ما بيشوفوا، على قدر ما بيعرفوا، على قدر ما بيتاح لهم من المعرفة، على قدر ما بيتكسبوا المعرفة. طب معرفة اليوم الآخر في مرقس 13:32 المسيح ذلك اليوم وتلك الساعة لا يعلم بهما أحد ولا الملائكة ولا الابن. عدم علم الملائكة بالساعة هو لأن الملائكة محدودو المعرفة، والله قد ينسب لهم حماقة كما جاء في أيوب 4:18. أما معنى قوله أن الابن لا يعلم هذا اليوم ولا يعرف الساعة فليس معناه قصور المعرفة عند الابن، ولكنه يعلم ذلك اليوم ولا يعلم علم التعليم، ويعرف تلك الساعة ولا يعرف معرفة التعريف، فهو يعلمها ولا يعلمها، لأن كل ما هو للآب هو للابن. إذا كان الابن يعرف الآب اللي هو أصعب شيء في الوجود معرفة لاهوت الآب أو لاهوت الابن، هل لا يعرف ما يعرفه الاب؟ عشان كده الكتاب المقدس قال ان الاب لا يدين احدا بل اعطى الحكم كله للابن، كيف يدين وهو لا يعرف؟ وانه لا يعرف وانه يعرف الاب، كيف لا يعرف ما يعرفه الاب؟ فليس احد يعرف الاب الا الابن، ومن اراد الابن ان يعلن له، يعني دي في ايده ان هو يدي بصيص من الضوء للي بيتشوق نحو هذه المعرفة ويسعى إليها. أما معرفة الابن لليوم وللساعة فهو يعرفها ولا يعرفها، وهو يعلمها ولا يعلمها، لأن السيد المسيح إذا اشترك معنا في إنسانيتنا هذه اشترك معنا أيضا في عدم المعرفة لكي يكون متشابها لنا في كل شيء ما عدا الخطية. يبقى هنا مفروض ان عدم المعرفة يبقى زيه زينا، مادام ان هو بقى في الصف معنا يبقى يقف في الطابور ياخد دوره، لكن في نفس الوقت بلاهوته هو يعرف، لانه كيف هو الذي سيأتي في اليوم الاخير في اليوم الذي حدده الذي فيه نقول رسم يوما للمجازاة، هذا الذي يأتي فيه ليدين العالم، كيف سيأتي في ذلك اليوم وهو لا يعلم ذلك اليوم؟ يبقى هنا لما نقول ان المسيح ملاك، ده صفات كتيرة جدا عن الملائكة استحالة تتطابق على المسيح. المسيح زي ما قال معلمنا بولس الرسول
في عبرانيين 1:4 أعظم من الملائكة، أعظم من الملائكة. وفي عالم الملائكة يوجد من هو أعظم من الملائكة زي رؤساء الملائكة. فالسيد المسيح لو المجد لو كان ملائكا أو رئيس ملائكة لكان مخلوقا ولم يكن بهذا مولودا غير مخلوق كما نقول في قانون الإيمان. ولو المسيح كان مخلوق زي المخلوق يخلق، ولو المسيح كان مخلوق كيف يكون المخلوق أزلي؟ لابد أن يكون مبتديا. ولو كان المسيح مخلوق كيف يكون قادرا على كل شيء؟ لأنه يوجد من هو قادر عليه. ولو كان المسيح مخلوق كيف يمكن أن يكون المسيح مساويا للآب في الجوهر؟ هل يمكن أن يقول أحد من المؤمنين أو من الهراطقة أن الآب مخلوق؟ هذا لا يرتضي أحد. فكيف إذا نرتضيه؟ على الابن الذي هو واحد مع الآب في الجوهر، والذي هو من نفس جوهر الآب، والذي هو نور من نور، إله حق من إله حق، الذي هو من نفس جوهر الآب ومساوي له في الجوهر، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. حل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان وكل اوان ولدهر الدهور امين. حديثنا اليوم في تلك الكلمه الجميله التي تهمني كانسان، كلمه هذا الذي من اجلنا نحن البشر. قبل ان نقول ومن اجل خلاصنا، يبقى من اجل خاطرنا نحن البشر. فلتاتي منظمه حقوق الانسان لتنظر هذه الكلمه، ايه اللي جذب ربنا من سمائه الى دنونا ومن عليائه الى ارضنا؟ جاء من اجلنا نحن البشر. طب احنا ما طلبناش، او يمكن طلبنا واحنا ما نستاهلش، لكن نحتاج. ايه اللي خلى ربنا يتنازل وياتي الينا نحن البشر؟ لربما نادى اشعياء قديما وقال: ليتك تشق السماوات وتنزل، من حضرتك تتزلزل الجبال. دي كانت أمنية موجودة عند كل إنسان، أمنية موجودة عند كل إنسان: ليتك يا رب تشق السماوات وتنزل، من حضرتك تتزلزل الجبال. كان جواب هذه الكلمة على فم داود قائلا: من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين الآن أقوم، يقول الرب، أصنع الخلاص علانية. كلام الرب كلام نقي، فضة محماة قد جربت في الأرض سبعة أضعاف. يبقى واحد بيقول له: يا رب ليتك تشق السماوات وتنزل، من حضرتك تتزلزل الجبال. وداود يجيب على اشعياء فيقول بلسان الله: من اجل شقاء المساكين وتنهد البائسين الان اقوم، يقول الرب، اصنع الخلاص علانية. ما قدرناش احنا نطلع له، لكن يقدر هو ينزل لنا. واحد شبه تشبيه جميل وقال: لو انت معاك تذكرة درجة اولى وانا معايا تذكرة درجة تالتة، وتقابلنا على رصيف المحطة بتاعت السكة الحديد، وهتبقى وجهتنا واحدة، مسافرين لمكان واحد، وعايزين نقعد مع بعض نتسامر طوال الطريق، مين مننا احنا الاتنين يقدر يقعد مع التاني؟ مين مننا اللي يقدر يقعد مع التاني؟ لو بتاع درجة تالتة اللي قطع تذكرة درجة تالتة راح قاعد في درجة أولى، ينزلوه في أقرب محطة ويسلموا له نظر المحطة، ونظر المحطة يسلموا للبوليس. لكن لو بتاع درجة أولى قبل يقعد مع الدرجة التالتة، هيقول له: متشكر جدا يا باشا، كتر خيرك. مين مننا يقدر يقعد مع التاني؟ هذه المقدمة تجعلني أدخل في هذا الموضوع الجميل الذي لا يهمني ككاهن ولا أيضا يهمني كمسيحي، ولكن يهمني كإنسان. عشان كده هنتكلم بعض الموضوعات والحلقات عن علم الإنسان. علم الإنسان بيسموه علم الأنثروبولوجي، أنثروبولوجي. طب احنا عارفين ان كلمة أولوجي يعني علم، طب أنثروبو يعني إنسان. طب الاشتقاق اللفظي أو المعنى العميق لكلمة أنثروبو، أنثروبو يعني الباصص لفوق، الناظر إلى أعلى. يبقى الإنسان خلق إنسانا لأنه المخلوق الوحيد الناظر إلى أعلى. كل المخلوقات بصة لتحت، في أطول من النخلة، النخلة السامقة تفضل تطلع تطلع تطلع
وفي الاخر لما تقدم ثمرتها الثمر ينحني ويركع ويسجد وينظر الى الارض التي منها خرج واليها يعود. في اطول في عالم الحيوانات من الزرافه، ما فيش رقبة اطول من رقبتها، تفضل تطلع لفوق بحيث ان هي لو انت حطيت لها اكل في الدور الرابع والخامس تمد بوسها وتاكله، ولكن في الاخر راسها نظرة الى تحت. ربنا ما خلقش الانسان يمشي على اربع حتى لا ينظر الى اسفل، لكن اعطاه نعمة التوازن رغم انه يمشي على رجلين اثنين لا على اربعة، لانه المخلوق الوحيد الذي ترتفع هامته إلى فوق ولا تنحني إلا عندما يقف أمام الله. لا تنحني هذه الهامة إلا عندما يسجد أمام الله، إلا عندما يقول مع المزمور الخامس: أما أنا فإني بكثرة رحمتك أدخل إلى بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. وعشان كده احنا عندنا ثلاث درجات للسجود. الدرجة الأولى بنقول فيها: احنوا رؤوسكم أمام الله. طاس كيفالاس إيمونتو كيريو أكليناتي. فدي الدرجة الأولى، انحناء الرأس. الدرجة الثانية بنقدم فيها سجود أعمق. بنقول إكلينو مين تغناطا. نقف ونحني ركبنا. يبقى الركبة تبقى ساجدة والجسم مستقيم. أما الدرجة الثالثة فهو التي ينادي فيها الشماس، الشعب المجتمع في الليتورجية، ويقول: اسجدوا لله بخوف ورعدة. ده انت يا رب اللي بتشيل الخوف. يبقى احنا دلوقتي هنخاف. العبادة دلوقتي في عبادة مخافة الرب. أسجد أمام هيكلك المقدس بمخافتك. قفوا بخوف، قفوا برعدة. خوف الله وليس خوفا من الله. يبقى كلمة أنثروبو، أنثروبولوجي يعني الناظر إلى فوق، الناظر إلى أعلى، يعني هو بيبص إنه هو مفروض يبص لفوق. لكن كل المخلوقات، حيوانات كانت أم نباتات أو حتى الطيور الهائمة التي تسبح فوق رؤوسنا، صحيح هي أعلى مننا بس الوش باصص لتحت، الوش باصص لتحت، باصص للأرض. لكن الإنسان هو الأنثروبولوجي، الباصص إلى فوق أو الناظر إلى أعلى. نيجي هنا لما خدنا كلمة أسقف يعني إبسكوبوس، فقالوا كلمة إبسكوبوس مش بس الناظر إلى أعلى، ولكن تعني الناظر من أعلى. إبسكوبوس اللي هو بيشوب أو أسقف، طب اللي باصص من فوق. أحيانا يسميها الناظر باللغة القبطية بيرفناف، أو نسميها الرقيب اللي بيواتش، اللي بيراقب، اللي بيبص على كل الأمور، اللي مفروض تبقى كل الأمور منكشفة قدامه. فيبقى إذن معاني اللغات تحمل المعنى في الأداء وفي الدور الذي يقوم به الإنسان. في الحقيقة الكلام عن الإنسان صعب. طب أنا كده أنا بستصعب إن أنا بتكلم عن الإنسان اللي هو أنا اللي عايش جوايا، وما لما أحب أتكلم عن ربنا يبقى الكلام شكله إيه؟ تعالوا نشوف ماذا قال سفر التكوين في الأصحاح الأول عدد 26 ل 31، والأصحاح الثاني عدد 7 و8، والأصحاح الثالث عدد 22 ل 24. أول حاجة قالها سفر التكوين، قال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى جميع الدبابات. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه. يا ترى مين اللي على صورة التاني
الإنسان على صورة ربنا ولا ربنا على صورة الإنسان؟ الإنسان هو المخلوق اللي على صورة ربنا. عشان كده لما أحب إن أنا أعرف ربنا أدرس الصورة لكي أصل إلى الأصل. القديس أثناسيوس الرسولي عندما كان يتكلم عن الخلاص قال الإنسان مخلوق على صورة الله، يبقى الإنسان الصورة وربنا الأصل. الصورة دي اللي هي صورة الأصل تلطخت بالأقذار والأدران. أنا طبعا القديس أثناسيوس بيكتب بلغة قديمة، فأنا بنقل كما قالت كلماته أو كما جاءت أيضا عنها ترجمته. تلطخت الصورة بالأقذار والأدران. لو جبت أي وأكبر وأعظم رسام وقلت له خد صلح لي الصورة، هيديني صورة تانية لأصل تاني، وأمسك أشوف لا دي محصلة أصل ولا دي محصلة صورة. تكون النتيجة إيه؟ يلزم مجيء صاحب الصورة اللي هو الأصل لكي نصلح الصورة على الأصل، وده اللي عمل المسيح. سيد المسيح لما جه على الأرض وقف قدامه، أنا عايزكم تبقوا كده، أنا عمال أقول لكم تبقوا إيه تبقوا إيه، آذانكم ثقيلة أفهمكم أثقل، فأنا جيت بنفسي حطيت نفسي قدامكم وقول لكم تعلموا مني. شف الصورة اللي قدامك، اعمل فوتو كابي، يعني صورة طبق الأصل من الصورة البشرية اللي أنا حطيتها قدامك. يبقى يلزم مجيء الأصل لكي نصلح الصورة على الأصل، نصلح الصورة على الأصل، وبكده يبقى الأصل موجود في الصورة. زمان لما كنت تروح تتصور كان يطلعوا حاجة اسمها النيجاتيف، الناس كانوا بتسموها العفريتة، الشعر الأسود تلاقيه أبيض والوش الأبيض تلاقيه أسود، ولو كنت لابس روب أسود زي اللي أنا لابسه يطلع توني بيضة توني بيضة، يبقى يديك عكس المنظر الحقيقي. طبعا تمسك انت الفيلم تقول له هو انا كده؟ معقول؟ هو انا كده؟ لا انا مش كده. يقول لك ما تخافش استنى دي ليها شغلانة تانية. دي النيجاتيف بتاعة الاصل. اها ادم الاول كان النيجاتيف بتاع ادم التاني. الانسان هو النيجاتيف بتاع السيد المسيح له المجد. نعمل ايه بقى؟ يروح حاطط الفيلم في غرفة التحميض ويحط جنبه البوستر ولا الورقة ويروح طابع تطلع صورتك الحقيقية. ايه اللي خلى الصورة اللي كنت بسميها عفريتة او نيجاتيف تبقى بوزيتيف؟ خد الدور بقى، خد دور الخلاص. يبقى انا كنت النيجاتيف لحد ما جه المسيح، كان الاسود فيه ابيض والابيض فيه اسود. لما جه السيد المسيح له المجد اصبحنا مشابهين صورة ابنه، أصبحنا مشابهين صورة ابنه. عشان كده السيد المسيح له المجد ما طلبناش بالمستحيل، يعني هو ما حطلناش حاجات نتخيلها، لا حط قدامنا صورة حقيقية وقال عايزكم تبقوا كده، عايزكم تبقوا كده. زي واحد شبه تشبيه وقال أنا لو حطيت نقطة حبر في كوباية مية، كوباية المية وكوباية اللبن لا تنفع لبن يتشرب ولا حبر يتكتب، تكون النتيجة ان الكوباية باظت. يبقى انا محتاج دلوقتي اللي يطلع لي الحبر من المية. طب ازاي اطلع الحبر من المية ودلوقتي الحبر ذاب في اللبن واللبن ذاب في الحبر وما اقدرش افصل جزيئات هذا عن جزيئات تلك؟ تكون النتيجة ده عايز عملية كيميائية وورق ترشيح وفين وفين على ما اقدر ان انا اصل الى نسبة كبيرة. تلطخت الطبيعة البشرية بالخطية الاصلية، يلزم هنا تجديد الطبيعة من جديد. عشان كده احنا بنقول ان احنا السنة دي سنة 2008. طب هو الزمن اللي قبل 2008؟ لا ده سيبك منه، اعتبره اندثر ملوش لزوم.
ده بعض علماء الكتاب المقدس يقولوا 5505 سنين قبل ميلاد المسيح ب 2008 سنة. يعني 2008 و 5500 يبقى 7513. لكن احنا بنعتبر الزمن ما قبل المسيح كأنه خلاص اردم عليه، ما عادش يعتبر في الحسبان، ما عدناش بنحسب له. احنا بنحسب للتاريخ البشري بدءا من ميلاد المسيح له المجد. نقرأ الجزء الثاني اللي قلنا عليه من سفر التكوين، يقول لك: وجبل الرب الاله ادم. هنا ربنا قرر ان يخلق الانسان على صورته. عايزين نشوف صورة ربنا تبقى ايه. جبل الرب الاله ادم ترابا من الارض ونفخ في انفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. احنا كده يا رب بدأنا نشوف حاجة جديدة في مخلوق اليوم السادس. مخلوقات اليوم الأول والتاني والتالت والرابع والخامس ربنا ما مدش ايده، ما حطش فيها ايده، وما كان بيعمل ايه؟ كان بيطلع كلمة: لتخرج الأرض ذوات أنفس حية، لتخرج المياه ذوات أنفس حية، ليطر طير فوق الأرض، ليكن جلد فكان جلد، ليكن نور كلمة. لكن ما حطش إيديه لسه ربنا لحد دلوقتي، ما حطش إيده في الموضوع ده. بيطلع كلمة، الكلمة على طول يقول: ليكن جلد الفراغ الكوني يتكون، ليكن مياه الهيدروجين يتحد مع الأكسجين يجدينا مياه، ليطر طير. نبص نلاقي الطير غطى الكرة الأرضية. إيه ده كله؟ كلمة تطلع من ربنا تخلق. لكن هنا ربنا لما جه يخلق أول حاجة قال الكلمة، قال نخلق الإنسان، لكن ما اداش الأوردر بخلقة الإنسان. ده هو بيدي دلوقتي المشروع، بيعمل الديل، نخلق الإنسان على صورتنا. الحركة التانية بقى إن هو بدأ يحط إيده، حط ايده في التراب، وجبل الرب الاله ادم ترابا من الارض. وبعد ما حط ايده في التراب والانسان تكون كهيكل ترابي، يعني لو نفضته بايدك يتنفض، لو كبيت عليه ميه يتعجن، نفخ الرب في انفه اللي لسه حط التراب، نفخ من بقه، يبقى ايده وبقه، صار ادم نفسا حيا. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة في تكوين ثلاثة: قال الرب هوذا الإنسان قد صار كواحد منا. ودي قلناها قبل كده لما كنا بنتكلم عن التثليث. عارف أن الخير والشر، وطرد الرب الإنسان من الأرض. يبقى إذن نقدر نقول أن الإنسان استغرق من ربنا مجهود، مجهود ان ياخد قرار ويعمل ديل، يعمل قرار بخلقة الانسان، وهو اللي يتولى تشكيله، هو اللي يتولى تشكيله. يعني في مرة من المرات كان عندي شرايين انسدت في القلب، لقيت الدكتور بيقول لي: مبروك، الشرايين اللي اتسدت لقت مجالها وتوصلت مع الشرايين الاصلية ومشت الدورة الدموية بتاعت القلب. يا رب ده يعني، طب مين اللي وصى؟ مين اللي عرف الشرايين دي سكة الشرايين؟ مين اللي ادالها خط السير، او زي ما بيقولها هنا بالدايركشن؟ طبعا ده هنا قوة ربنا اللي موجودة في الطبيعة البشرية، لدرجة انهم يقولون عن الجسم البشري: ما اعظمها آلة تلك التي تطبب نفسها بنفسها. لما بنسمع ان الدكتور عمل عملية جراحية المريض نقول: يا سلام، عمل عملية وبعدين خيط الجرح خلاص. شفت في مرة دكتور بيخيط الجرح، بيعمل ايه؟ بيوصل الجلد بالجلد، لما بيفتح البطن بيوصل الجلد بالجلد وبيربط زي ما واحد بيربط بفتل الدبارة، مش بيخيط، ده بيربط، وبعد كده بيغطيها عشان ما تتلوث. يفتح ليها بعد ايام يلاقي ان الانسجة اتكونت مع الأنسجة وبدأت تلتئم وتسد الفتحة اللي الدكتور قطعها بالمشرط بتاعه.
ايه يا رب هذا العمل العجيب اللي انت بتعمله في جسم الانسان؟ دلوقتي حاليا لما يحبوا يعملوا نقل كبد بياخدوا جزء من كبد من واحد يحطوه عند الانسان اللي ما عندوش كبد، الجزء ده يربي كبد، والشخص التاني اتاخد منه الجزء اللي فقد منه يرجع له. عظيم وعجيب انت يا رب في كل شيء. هنا واحد يقول لي بس يبقى هنا المسيح له المجد، مكتوب عنه انه هو صورة الله والانسان صورة الله. الروس الساوت يقول لي يا حبيبي ما تيجي نقرا الايات التي قيلت عن المسيح في فيليب 2 عدد 5 بيقول فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، ولكنه أخلى ذاته آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وطاع حتى الموت، موت الصليب. ما تيجي نقرأ نفس الكلام في كولوسي 1:14-20 بيقول المسيح الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة، فأنه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروش أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق، الذي هو قبل كل شيء فيه يقوم الكل، رأس الجسد بداء وبكر من الأموات، متقدم في كل شيء، لأن فيه سر أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل عاملا الصلح بدم صليبه. ما خدتش بالك يا حبيبي وإحنا بنقرأ أن في فرق بين أن الإنسان على صورة الله، على صورة الله، أما المسيح فهو صورة الله. يبقى إذا كان المسيح صورة الله الإنسان على صورة الله، عشان كده تكررت كلمة صورة هنا مرتين، مرة على لاهوته ومرة على نسوته. يقول الذي فيه لنا الفداء بدمه وغفران الخطايا الذي هو صورة الله غير المنظور، وبعد كده مرة تانية بيقول أخلى نفسه أخذا صورة عبد. هنا نقول السيد المسيح لو المجد لما كان في التجسد ما كانش إنسان يقل عن الإنسانية في شيء، كان إنسان كامل. أما كلمة صورة عبد هو دلوقتي حاليا حاجة جديدة عليه مش بتاعته، أن هو بقى في صورة عبد. لو تنكر الملك، ما بنسمع كتير جدا أنه محافظ قبل ما يشتهر ويبقى معروف، وأول ما يعينوه يقول لك قبل ما يبدو له صور والناس تعرف شكلي وصورتي ينزل بقى يقول في المحافظة كمواطن عادي ويتنكر في أي زي أو في أي شكل. يقول دلوقتي ده مواطن عادي لأنه في صورة العبد، لكن لو جلس على مكتبه حتى لو جلس بالجلابية اللي هو لابسها والعمة اللي لففها على راسه ولا اللبدة اللي حطتها ولا الطاقية، لو جلس على كرسي بهو محافظ حتى لو كان جالس بالجلابية اللي كان لابسها ومتنكر بيها. بولس الرسول برضو في عبرانيين 1:1-4 بيقول عن المسيح هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. طبعا دي مش ممكن تنطبق على إنسان عادي. يبقى هنا نقدر نقول إن الإنسان هو على صورة الله وليس الإنسان صورة الله. المسيح هو صورة الله ورسم جوهره وبهاء مجده، وليس المسيح على صورة الله. في فرق بين هذا وذاك. فلما جه المسيح خد صورة عبد ما هوش عبد، ولما الإنسان خد صورة الله ما هوش إله.
عشان كده يوم ما خلق الله كل الخلائق كان سفر التكوين يسجل هذه الحقيقة. نظر الله إلى عمله، إلى ما عمله، فإذ هو حسن. لكن يوم ما ربنا خلق الإنسان سجل الكلمة دي، فنظر الله إلى الإنسان، إلى خلقة اليوم السادس، فإذ هو حسن جدا. لأول مرة ربنا يخلق مخلوق يقدر يتفهم معه، ما قبل كده كل المخلوقات متحركة لكن ما هيش قادرة تميز، لكن ده المخلوق الوحيد العاقل اللي يقدر ربنا يقعد وياخد معاه ويدي. ويقول مرة من المرات: هل أخفي عن عبدي إبراهيم في ما أنا صانع؟ وعبدي إبراهيم يكون أمة قوية. يعني أنت يا رب بتعمل إيه؟ ده أنا باخد رأي إبراهيم، وما لأسميه الخليل ليه؟ يبقى هنا ربنا في اليوم السابع رأى أن كل ما عمله إذ هو حسن جدا في تكوين 1-18 و25، وبعدين في تكوين 2-1-3 بعد ما ربنا خلق الإنسان استراح. بعد خلقة الإنسان الله لم يخلق مخلوقات أخرى، استراح الله من عمله، أدى الدور بتاعه. يبقى الإنسان آخر خلق الله لأنه تاك هذه الخليقة. لم يكن ممكنا أن تخلق النباتات قبل الأرض ولا الحيوانات قبل النباتات، لذا جاء الإنسان بعد أن افترش له الله السماء والأرض، السماء بأرواح الملائكة والأرض بالمخلوقات غير العاقلة. إن حياة الإنسان الأولى يبدأها مع الحيوان والنبات، أما حياة الإنسان الآخرة والأخيرة فيختمها ويختتمها مع العالم الآخر، عالم الملائكة. ولهذا الحديث بقية في أكثر من حلقة لنتكلم عن أنفسنا داخل قانون الإيمان. هل يمكن أن أجد لي ذاتي داخل قانون الإيمان، أم أن قانون الإيمان يتكلم عن الثيولوجي اللاهوت، عن الستيرولوجي الخلاص، عن الإسخاطولوجي الآخرة، ولا يتكلم عن الأنثروبولوجي الإنسان؟ هذا هو حديث الحلقات القادمة، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.